مرحبا، معكم خالد البطاني من دفعة أيارتا في جامعة الوقاية التطبيقية. إن شاء الله اليوم راح أشرح لكم تشابتر 1 من مادة الفيزياء الطبية. زي ما حكينا، تشابتر 1 عبارة عن introduction للمادة، بحكي عن أنظمة القياس، بحكي عن ال dimensions، بحكي عن dimensional analysis، بحكي كمان عن measurements، بحكي كيف نحول من وحدة إلى أخرى. بداية خلينا نبلش بأنظمة القياس. في عنا كثير من أنظمة القياس، في عنا ال British system، في عنا الـ SI units اللي هو نفس المتريك سيستم، في عنا دول مثلا بتستخدم البريتش سيستم، في عنا دول ثانية بتستخدم الـ SI units. نفس الاشي الكتب، في عنا كتب تستخدم البريتش سيستم، في عنا كتب تستخدم الـ SI units اللي هو نفس المتريك سيستم. كتابنا احنا راح يعتمد الـ SI units، راح يعتمده كمرجع اساسي، راح نحل كل اشي عليه، راح نحل القوانين عليه، راح نعوض نعرف الوحدات من خلاله. تمام. الـ SI units اللي هو عبارة عن اختصار للـ International System of Units. تمام. اللي هو زي ما حكينا عبارة عن إيش؟ عبارة عن نفسه المتريك سيستم. الـ SI units أو المتريك سيستم بيعتمد أو بيقيس الـ length بالمتر، بيقيس الـ time بالسكند، بيقيس الـ mass بالكيلوغرام، بيقيس الـ temperature بالكلفن. إذن بيقيس الـ length بالمتر، بيقيس الـ time بالسكند، وبيقيس الماس بالكيلوغرام، وبيقيس تمبريتشر بالكلفن. تمام. هسا انا من خلال الوحدات هاي الاساسيه بقدر اطلع وحده اي كميه بدي اياها. مثلا كيف؟ لو بدي اطلع وحده الفيلوسيتي، الفيلوسيتي شو تساوي؟ اللي هي السرعه، تساوي اللينث على التايم. اذا شو راح تطلع وحدتها؟ متر على سكند، او متر لكل سكند. لو بدي اجي اطلع وحده مثلا المساحه، المساحه شو تساوي؟ تساوي length بlength أو طول بطول. فلو بدي أجي أطلع وحدتها شو راح تطلع؟ متر تربيع، اللي هي متر بمتر. لو بدي أجي أطلع وحدة acceleration، acceleration شو يساوي؟ يساوي المتر length على second تربيع. لو بدي أجي أطلع وحدته راح يطلع متر على second تربيع. تمام. إذن من خلال هاي الوحدات الأساسية بقدر أطلع وحدة أي كمية بدي إياها. ننتقل لإشي اسمه unit prefix. شو يعني unit prefix؟ عبارة عن زي ما نحكي مثلا كلمات إلها اختصارات. هاي الكلمات بتدل على إيش؟ على رقم معين. مثلا لما أجي أحكي كيلومتر، شو يعني كيلومتر؟ معناتها ألف متر. لما أجي أحكي أنا مليمتر، شو يعني مليمتر؟ معناتها واحد بالألف متر، أو عشرة أس سالب ثلاث متر. لما أنا أجي أحكي مثلا ميجا وات، شو يعني ميجا وات؟ معناته مليون وات. إذا كيلومتر نيجي بنقسمها لقسمين، كيلو اللي هي البريفكس، والمتر اللي هي وحدة. الكيلو بتدل على ألف، والمتر عبارة عن وحدة شو؟ وحدة قياس، هي وحدة الطول. لما أنا أجي أحكي ملي، شو يعني ملي؟ معناتها عشرة سالب ثلاث. تمام. المتر عبارة عن إيش؟ عن الوحدة. لما أجي أحكي ملي متر معناته عشرة سالب ثلاث متر. ونفس الإشي الميجا. إذن عبارة عن زي ما حكينا اختصارات أو كلمات بتيجي قبل الوحدة اللي تدل على إيش؟ على رقم معين. أول إشي عندنا البيس يونت اللي هي المرجع الأساسي اللي تساوي عشرة قوة صفر اللي هي نفسها الواحد. من خلالها أنا يا بطلع يا بنزل. تمام. أنا حطيت لكم الموجبات اللي هي الأس تبعها موجب على الشمال، والأس تبعها سالب على اليمين، يعني عكستهم عشان تتوافق مع إيش؟ مع الجملة الموجودة تحت اللي راح تسهل علينا حفظها. تمام. نبلش باللي الأس تبعهم موجب. أول إشي عنا الديكا، الديكا تساوي عشرة. تمام. الاختصار تبعها دي اي. نيجي للهيكتو، الهيكتو تساوي عشرة قوة اثنين أو مية. الاختصار تبعها شو؟ الاختصار تبعها اتش. نيجي للكيلو، الكيلو تساوي عشرة قوة ثلاث أو ألف. الاختصار تبعها كي. نيجي للميجا، الميجا شو تساوي؟ تساوي مليون أو عشرة قوة ستة. شو الاختصار تبعها؟ الاختصار تبعها ام كابيتال. خلينا نركز على ايش؟ ركز انها ام كابيتال. تمام. الجيجا تساوي 10 قوة 9، شو اختصارها؟ جي كابيتال. التيرا تساوي 10 قوة 12، شو اختصارها؟ تي كابيتال. تمام. نيجي هسه للاس تبعهم سالب، الدي سي شو تساوي؟ 10 اس 10 اس سالب 1 او 10 قوة سالب 1، شو الاختصار تبعها؟ دي. نيجي للسانتي، شو تساوي؟ 10 اس سالب 2، الاختصار تبعها شو؟ سي. نيجي للملي، شو تساوي؟ عشرة أس سالب ثلاث، شو الإختصار تبعها؟ إم سمول. نركز إم إيش؟ إم سمول. بدنا نفرق إنه، أو بدنا نعرف إنه الميجا إختصارها إم والملي إختصارها إم، الثنتين إختصارهم نفس الأحرف. كيف بدي أميز بيناتهم؟ الملي إم سمول والميجا إم كابيتال، ضروري نميز بيناتهم.
تمام. يجي للماكرو، الماكرو شو تساوي؟ 10 أس سالب 6 اختصارها حرف بحكوا له ميو، شكله هيك زي حرف اليو أو شبيه بحرف اليو، تمام. هيو هيك بنكتب اسمه ميو. نيجي للنانو شو تساوي؟ 10 أس سالب 9 ايش اختصارها؟ حرف الان. نيجي للبيكو شو اختصارها؟ 10 أس سالب 12 ايش تساوي؟ ايه سوري، ايش تساوي 10 أس سالب 12 شو الاختصار تبعها؟ حرف البي. عندنا الجملة اللي تحت هاي كل كلمة فيها أول حرف فيها اختصار لواحدة من بتدل على واحدة من البريفكس، تمام، اللي هي the great man king's Henry's daughter Beth drinks cold milk until 9 PM. التي تيرا، الجي جيجا، الام ميجا، الكي كيلو، الاتش هكتو، الدي اي ديكا، البي كابيتال اللي هي البيس يونت، الدي ديسي، السي سانتي، الام ملي، اليو اللي هي المايكرو. حكينا انه اختصار المايكرو حرف الميو بيشبه اليو، تمام، عشان هيك هون حطينا يو. النانو ان، البيكو بي، تمام. رد ننوه انه الملي اختصارها ام سمول، الميجا اختصارها ام كابيتال، تمام. وحكينا شو يعني يونت بريفكس، حكينا انها كلمات لها اختصارات، اختصاراتها بتكون احرف زي ما حكينا قبل شوي بتدل على رقم معين. حكينا مثلا كيلو خالد معناتها 1000 خالد، حكينا مثلا كيلو إشي معناتها 1000 من هذا الإشي، مثلا ميجا خالد برضو حكينا معناتها 1000000 خالد، 1000000 من خالد، تمام. هيك يعني أسهل إشي. نروح هسا ل converting units، كيف بدي أحول أنا من وحدة إلى وحدة من خلال الأمثلة هسا راح تفهم. أول مثال عنا كيف مثلا لو بدنا نحول من كي من 5 كيلومتر لمتر، تمام. أول إشي أنا لازم أكون حافظ إنه كل 1 كيلومتر يساوي 10³ متر اللي هي نفسها 1000 متر. كل 1 كيلومتر يساوي 10³ متر. هسا هون أنا لازم أجي أكتب الـ conversion factor. شو الـ conversion factor؟ هسا بنعرف. بقدر أكتب أنا الـ conversion factor طريقتين، يا بقدر أكتبه 1 كيلومتر على 10³ متر، يا بقدر أكتبه 10³ متر على 1 كيلومتر. هذا يسمى الـ conversion factor، تمام. طب أنا كيف بدي أعرف أكتبه بهاي الطريقة ولا أكتبه بهاي الطريقة؟ أنا بحكي لكم كيف. أنا الإشي الأساسي اللي بدي أحوله اللي هو 5 كيلومتر، تمام. ايش الوحدة اللي بدي اياها؟ المتر. شو الوحدة اللي بديش اياها؟ الكيلومتر. اذا الوحدة اللي لازم اشطبها اللي هي او احذفها اللي هي الكيلومتر. الكيلومتر عندي هون موجودة وين؟ موجودة بالبسط. كيف بدي احذفها؟ لازم تكون الكيلومتر الموجودة بالconversion factor بالمقام. اذا اي conversion factor راح اختار؟ راح اختار الconversion factor الموجودة فياته الكيلومتر بالمقام. اي واحد اذا راح اختار هذا الconversion factor، تمام؟ اللي فياته الوحدة اللي بديش إياها بالمقام والوحدة اللي بدي إياها بالبسط. نيجي هسه للحل، نحل باللون الأصفر. نيجي نحكي 5 كيلومتر ضرب الوحدة اللي بديش إياها بالمقام الوحدة اللي بدي إياها بالبسط. كل 1 كيلومتر يساوي 10³ متر اللي هي نفسها 1000 متر. تروح الكيلومتر مع الكيلومتر بيطلع عندي الجواب 5 × 10³ متر، تمام. نيجي للسؤال اللي بعدي. السؤال اللي بعدي بدو يانا نحول له من 6 كيلومتر لمليمتر. طيب هون راح يصير التحويل بخطوتين. اول اشي بدي احول من كيلومتر لمتر، بعدين بدي احول من متر لمليمتر زي ما اتفقنا. باجي بكتب شو؟ بكتب لي انا حافظه كل 1 كيلومتر تساوي 10³ متر، كل 1 مليمتر تساوي 10³ متر، تمام. لاحظوا انه انا حطيت اللي واحد واحد تحت بعض واللي
10 اللي لهم مثلا هون 1 كيلومتر، هون 1 مليمتر، حطيتهم تحت بعض على طول. هون 10 قوة 3 متر، هون 10 سالب 3 متر، حطيتهم تحت بعض. فهمت علي كيف؟ عشان نيجي للحل، بجي بحط 6 كيلومتر ضرب زي ما اتفقنا. الوحدة اللي بديش اياها بالمقام، الوحدة اللي بدي اياها وين؟ بالبسط. كل 1 كيلومتر يساوي 10 قوة 3 متر ضرب conversion factor الثاني. الوحدة اللي بديش اياها بالمقام، الوحدة اللي بدي اياها وين؟ بالبسط. كل 1 مليمتر يساوي 10 سالب 3 متر. بتروح الكيلومتر مع الكيلومتر، بيروح المتر مع المتر، بتصير 6 ضرب 10 قوة 3. الأسس لما تكون بالمقام نرفعها للبسط، إذا كانت سالبة بتصير موجبة، وإذا كانت موجبة بتصير شو؟ سالبة. هون ما دامها سالبة موجودة بالمقام ورفعناها للبسط، راح تصير شو؟ موجبة. 10 قوة 3 الأسس بالضربة بتنجمع، بطلع عندي الجواب 6 ضرب 10 قوة 6 مليمتر. تمام. نيجي للسؤال اللي بعدي. السؤال اللي بعدي طالب مني أحول له من 5 ضرب 10 قوة 6 سنتيمتر تربيع لمتر تربيع. تمام. زي ما تعودنا بنيجي بنحكي كل 1 سنتيمتر تساوي 10 سالب 2 متر. بس الوحدة اللي بدينا أحول منها اللي هي سنتيمتر تربيع، لاحظ شو سنتيمتر تربيع، أنا اللي كاتبه شو سنتيمتر، كيف بدي أخليها تربيع؟ بربع الطرفين، بحط هون تربيع وبحط هون تربيع. الواحد تربيع 1، السنتيمتر تربيعها بصير سنتيمتر تربيع يساوي 10 سالب 2، بس أربعها بينزل التربيع عليها بصير ضرب، بصير 2 ضرب سالب 2 بصير 10 سالب 4، والمتر تربيعها متر تربيع. تمام. نيجي للحل. حل باللون الأحمر. إذن 5 ضرب 10 سالب 6 سنتيمتر تربيع ضرب. يجي بنكتب الكونفيرجن فاكتور، الوحدة اللي بديش إياها بالمقام، الوحدة اللي بدي إياها وين؟ بالبسط. كل 1 سنتيمتر تربيع يساوي 10 سالب 4 متر تربيع. بيطلع عندي الجواب، طبعا بتروح سنتيمتر تربيع مع سنتيمتر تربيع، بيطلع عندي الجواب 5 ضرب 10 سالب 6 ضرب 10 سالب 4. بنزل الوحدة اللي هي متر تربيع. الأسس في الضرب بتنجمع، سالب 6 زائد سالب 4، بيطلع الجواب 5 ضرب 10 سالب 10 متر تربيع. تمام. تمام. نروح للسؤال اللي بعدي. السؤال اللي بعدي برضو طالب منا نحول له من 6 مليون و200 ألف مليمتر تكعيب لا متر تكعيب. تمام. رقم كبير شوي زي ما تعودنا، باجي بكتب اللي انا حافظه، كل 1 مليمتر يساوي 10 سالب 3 متر. الوحدة عندي هون ايش؟ تكعيب. وهون عندي الوحدة أس 1، بكعب الجهتين بصير 1 تكعيبها 1، بصير مليمتر تكعيب تساوي تكعيب بينزل على الأس بنضرب فيه بصير 10 سالب 9، بصير 10 سالب 9 متر تكعيب. تمام. في شغلة هسه هاي أنا بقدر أكتبها بطريقة ثانية. كيف؟ هسه الفاصلة كل منزل بنحركها على الشمال، كل منزل بحركها على الشمال بزيد 1،
كيف مثلا هون 1 2 3 4 5 تصير 62 ضرب 10 قوة 5، تمام؟ إذا كل منزلي بحركها على الشمال أو كل خطوة بحركها على الشمال بتصير إيش؟ بزيد 1، تمام؟ فخلنا نكتبها هيك ريحنا. نيجي للحل هسه، بكتب 62 ضرب 10 قوة 5 مليمتر تكعيب ضرب الوحدة اللي بديش إياها تحت المقام، والوحدة اللي بدي إياها وين؟ بالبسط. متر تكعيب، كل واحد مليمتر تكعيب يساوي 10^9 متر، 10^9 متر تكعيب، مليمتر تكعيب مع مليمتر تكعيب راحت. خلنا نختصر نكتب الجواب على طول، الأسس بالضرب بتنجمع، بيطلع عندي الجواب 62 ضرب 10 السالب 4 متر تكعيب، تمام؟ هيك بنكون غطينا كل أفكار التحويل. يجي هسه كيف بنحول من سرعة، من وحدة سرعة إلى وحدة سرعة. مثلا بدي أجي أحول من متر لكل سكند، يعني متر لكل ثانية لكيلومتر لكل ساعة. مثلا أعطاني 30 متر لكل ثانية، حول لي إياها لكيلومتر لكل ساعة، تمام؟ زي ما اتفقنا، زي ما كنا نحول من قبل. باجي بكتب شو أنا بعرف. بقى أنا بعرف إنه هسا أول إيش بنحول من متر لكيلومتر، تمام؟ باجي بحكي كل واحد كيلومتر تساوي 10^3 متر. هاي أول إشي. الخطوة الثانية بدي أحول من سكند لساعة، من سكند لأور، راح يتم تحويلها على خطوتين. كيف؟ هسا بنشوف. أول إشي أنا بعرف إنه كل 1 منت تساوي 60 سكند، يعني أول إشي راح أحول، أول إشي راح أحول من سكند لمنت، بعدين من منت لأور. فإذا باجي بحكي كل 1 منت تساوي 60 سكند، بعدين هسه من منت لأور كل 1 أور تساوي 60 منت، تمام؟ تمام. نيجي للحل، خلينا نحل بالأحمر. باجي بحكي 30 كيلومتر، سوري 30 متر لكل ثانية ضرب. أول إشي بدنا نحول من متر لكيلومتر. المتر بديش إياها بحطه بالمقام، كيلومتر بدي إياها بحطه بالبسط. كل 1 كيلومتر يساوي 10^3 متر، تمام؟ ضرب نحول من سكند لإيش؟ لمينت. السكند بديش إياها بحطها بالبسط، ما دام هي موجودة بالمقام بديش إياها. كيف بدي أشطبها؟ بدي أحطها ما دام هي موجودة بالمقام بدي أحطها بالبسط، بالconversion factor. بحطها إذن بالبسط، المينت بدي إياها بحطها وين؟ بحطها بالمقام. كل 1 منت تساوي 60 سكند. طيب بدي أحول هسه من المينت لأور، المينت وين موجودة؟ بالمقام. بديش إياها وين راح أحطها؟ بالبسط. الأور بدي إياها بحطها وين؟ بالمقام. كل 1 أور يساوي 60 منت، تمام؟ بتروح المتر مع المتر، بتروح السكند مع السكند، بتروح المينت مع المينت، بتصير عندي 30 ضرب 10^3 كانت في المقام، برفعها البسط بصير 10^-3 ضرب 60 ضرب كمان 60 كيلومتر لكل أور. لو نيجي نحسبها بطلع لنا
يطلع لنا. صفر مع صفر مع صفر مع عشرة سالب ثلاثة بروح ستة بستة ستة وثلاثين بثلاث. مش عارف قديش راح يطلع الرقم، احسبوها. تمام، المهم الفكرة وصلت. نيجي للسؤال اللي بعدي. السؤال اللي بعدي طالب مني أحوله من 45 ميل بير أور نو متر لكل سكند. تمام، كيف بدي أحول من ميل بير أور ل متر لكل سكند؟ أول إشي بدي أكون حافظ إنه كل واحد ميل يساوي 1.609 كيلومتر، كل واحد كيلومتر يساوي 10^3 متر. الخط مش بزيادة سامحوني. بعدين بدي أكون حافظ إنه كل واحد أور يساوي 60 منت أو 60 منت، وكل واحد منت يساوي 60 سكند. تمام تمام، هسا نيجي للحل. يعني أول إشي راح أحول أنا من مايل لكيلومتر، ومن كيلومتر لمتر راح أحول من أور لمينتس، من مينتس لسكندز. تمام، صغيرها هيك شوي عشان نعرف نحل. حل طويل شوي، هو بده مساحة. نحل بالأحمر. تمام، باجي بحكي 45 مايل، 45 مايل كل أور ضرب، راح أضرب كم كونفيرجن فاكتور؟ بأربعة. ضرب أول إشي بدي أحول من مايل لمتر، نحولها من مايل لمتر. كيف؟ أول إشي بدي بين كل واحد مايل يساوي 1.609 كيلومتر، فإذا راح أحول من مايل لكيلومتر ومن كيلومتر لمتر. باجي بحكي 1.609 كيلومتر، هنا مايل. تمام، الوحدة اللي بديش اياها بالمقام، الوحدة بدي اياها بالبسط، ضرب كل واحد كيلومتر يساوي 10^3 متر. هسه بنحول من اور لمينت. الاور موجود بالمقام، بديش اياها، راح احطها بالكونفيرجن فاكتور زي ما اتفقنا بالبسط. كل واحد أور يساوي 60 منت. تمام، خلص غير كمان شوي. ضرب المينت بديش إياها، بحطها بالكونفيرجن فاكتور بالمقام. السكند بدي اياها بحطها بالبسط، سوري المينت بديش اياها بحطها بالبسط، السكند بدي اياها بحطها بالمقام. كل واحد مينت يساوي 60 سكند. تمام، طويل الحل هو شوي. بتروح المايل مع المايل، بتروح الكيلومتر مع الكيلومتر، بتروح الاور مع الاور، بتروح المينت مع المينت. بيطلع عندي الجواب 45 ضرب 1.609 ضرب 10^3 تقسيم 60، أو تقسيم 60 بـ60 تقسيم 3600. بالنهاية آخر إشي بطلع عندي الجواب، بطلع عندي الجواب 20، بطلع عندي الجواب 20.1 متر لكل سكند. تمام، هيك بنكون غطينا كل أفكار تحويل من وحدة لوحدة، تحويل من سرعة لسرعة، وإن شاء الله ما بطلع من الأفكار اللي حطيناها شرحناها بالفيديو. ننتقل هسا للموضوع اللي بعدي، اللي هو Dimension and Dimensional Analysis. تمام تمام، اللي هو الموجود بالكتاب Concept 1.8. بدنا نعرف أول إشي إنه Dimensions لأي كمية راح تكون نفسها مهما اختلفت الوحدات. كيف يعني؟ مثلا
لما أنا أجي أحكي مثلا الدايمنشنز للأريا راح تكون دائما اللينث تربيع. يعني لما نيجي نحكي إحنا مثلا مساحة المربع شو راح تكون؟ الضلع بالضلع اللي هي الضلع تربيع، بغض النظر الضلع إيش محطوط القياس تبعه، هل الضلع هو بالمتر أو بالسنتيمتر أو بالمايل أو بالإنش، تمام؟ فإذا راح تكون الضلع تربيع. مثلا مساحة المثلث نص مساحة القاعدة، أو سوري نص القاعدة بالارتفاع، تمام؟ القاعدة شو راح تكون وحدتها؟ أو القاعدة شو هي أصلا؟ القاعدة طول، الارتفاع شو هو كمان طول، فإذا length بlength راح يصير length تربيع. لو نيجي مثلا نحكي المساحة تبعت الدائرة اللي قانونها 3.14 radius تربيع، تمام؟ نعتبر انه هاي الدائرة نصف قطر تبعها R، ال R عبارة عن ايش؟ عبارة عن length، length بlength راح يطلع شو؟ راح يطلع length تربيع، تمام؟ فالarea لأي شكل لأي إشي راح يطلع نفس الإشي اللي هو length تربيع بغض النظر عن الوحدة. نفس الإشي للvelocity، dimensions of velocity دائما راح تكون length مقسومة على time بغض النظر عن الوحدات. مثلا راح تكون بجزء كيلومتر لمتر، متر لسكند، مايل بير اور، تمام. في عندنا شيء اسمه dimensional analysis. شو يعني dimensional analysis؟ هاي بنستخدمها عشان نعرف اذا المعادلة صح، او اذا بعطينا معادلة وبحكي لنا مثلا اعطيني وحدة الثابت A او الثابت B، تمام. بالفيزياء القوسين هدول دلالة على وحدة، تمام. بالكيمياء بناخدها تركيز، بالفيزياء دلالة على وحدة، تمام، او ابعاد. نيجي نحل الاسئلة. بس ما بحكي لي what is the dimensions of density which is mass per volume، باجي بحكي density تساوي mass على volume. لما يجي يطلب مني dimensions باجي بعمل زي هيك، بحط الماس شو هي؟ M capital دلالة على الماس، والفوليوم شو هي؟ عبارة عن length تكعيب، صح؟ فبطلع الدايمنشن dimensions تبعت الدنسيتي اللي هي قانونها mass على volume، M على L تكعيب اللي هي mass على length تكعيب، تمام؟ نيجي مثلا لهاي المعادلة. هاي المعادلة عطاني اياها، حكالي شوف لي هاي المعادلة صح او غلط، ماشي؟ بيكون بحكي لي انه ال V هي عبارة عن velocity، بحكي لي ال A عبارة عن acceleration، بعطيني انه T عبارة عن time. باجي انا بحكي ال V velocity شو لازم تكون؟ length على time. باجي بحكي length، باجي بحكي length على time، ضروري احطها بين القوسين للدلالة على dimensions، يساوي V1 برضو velocity شو راح تكون؟ length على time زائد النص عبارة عن ثابت، لا بيقدم ولا بيأخر. يعني أصلا إحنا هون بهمنا الوحدات ما بهمنا الثوابت، فالنص بننسى، أي رقم ننسى، تمام. الأكسلريشن اللي هي length على time تربيع، فبحط length على time تربيع ضرب التايم اللي هو كمان زمن، راح يطلع تايم، تمام. تروح التربيع مع التايم بيطلع عندي الحل، بيطلع عندي الحل لينكث على تايم يساوي لينكث على تايم زائد زي ما حكينا التي راحت مع التربيع صارت تي عادية، length على time. نلاقي انه هاي، نلاقي انه هاي تساوي هاي تساوي هاي، تمام. اذا هاي تساوي هاي تساوي هاي، الثلاث هذول بيساووا ايش؟ بيساووا بعض، تمام. نروح على السؤال اللي بعدي. أهم إشي نعرف إنه شو؟ إنه دقيقة، نعرف إنه
نعرف إنه هاي ساوت هاي وهاي ساوت هاي، إذن المعادلة صحيحة 100%. ننتقل للسؤال اللي بعدي. إجا أعطاني المعادلة هاي، حكى لي شوف هل هاي المعادلة صحيحة أم غير صحيحة. زي ما عملنا قبل شوي V velocity، طبعا بيكون حكي لي شو هاي الرموز، بحكي لي إنه V velocity، بحكي لي إنه A acceleration، بحكي لي إنه T time. زي ما عملنا قبل شوي بنيجي بنحكي L length على T يساوي length على T زائد النص لا بيقدم ولا بيأخر، الأكسلريشن length على T تربيع ضرب تايم تربيع اللي هي تي تربيع نفس الشيء. تمام، تروح هاي مع هاي بيطلع عندي الجواب length على تايم هون length على تايم، وإن التي هناك راحت مع التي زائد ال. باجي بسأل حالي هل هاي ساوت هاي؟ هل ساوتها؟ لا ما ساوتها. طب هل هاي ساوت هاي؟ نعم ما ساوتها، إذن المعادلة غلط، فيها إشي غلط. تمام، فهمنا كيف؟ نيجي برضو للسؤال اللي بعدي. السؤال اللي بعدي طالب مني أطلع له إيش وحدة الثابت جي، بحكي وطالب مني أطلعها بالSI units. تمام، بحكي لي الاف فورس، الام 1 ام 2 ماسز، الار 2 ديستانسز. طالع من طالب مني لاحظوا ايش، اطلع وحده الثابت جي بالاس اي يونت، يعني بده وحده ما بده دايمنشنز، بده وحده. اول اشي باجي بخلي الجي لحالها، بخليها زي ما كنا نحكي موضوع قانون، بصير الجي تساوي اف ار تربيع على ام 1 M2. تمام، الجي هون بده وحدات، الاف اللي هي الفورس شو وحدتها؟ نيوتن. الار تربيع اللي هي لينكث شو وحدتها؟ متر تربيع. هون بنستخدم شو؟ بنستخدم نظام العالمية للوحدات المتريك سيستم، اللي اتفقنا انه بقيس اللينكث بالايش، بالمتر. الماس بايش بقيسها؟ بالكيلوغرام. كيلوغرام كيلوغرام بيطلع كيلوغرام تربيع، بيطلع عندي وحدة الجي بالاس اي يونتس نيوتن ضرب متر تربيع على كيلوغرام تربيع. الجي هذه هي ثابت الجذب العام. تمام، هون طلب مني لاحظ شو بالاس اي يونتس، ما طلب مني دايمنشنز. لو طلب مني دايمنشنز بعمل زي قبل شوي. يجي السؤال اللي بعدي، consider the following equation x يساوي a ب t زائد b t قوة 4 where x distance and t time. The unit بحكي لي هون بده يعني اطلع الوحدة اليونت A بالاس اي يونت. تمام، هون هاي يونت مكتوبة غلط. المهم باجي بحكي هون لاحظوا شو طلب مني، اطلع وحدتها بالاس اي يونت، ما طلب مني دايمنشنز. تمام، باجي بحكي x تساوي A، طبعا حكى لي الـ A عبارة عن ثابت t time الـ x distance a t زائد b t قوة 4. تمام، طلب مني اطلع وحدة ايش؟ الـ a. زي ما اتفقنا قبل شوي حكينا ما دام المعادلة صحيحة لازم هاي هذا الطرف يساوي هذا الطرف، لازم هذا الطرف كمان يساوي هذا الطرف. فيلاحظوا هون لما كان المعادلة صحيحة كان هذا الطرف يساوي هذا الطرف لحال، كان برضو هذا الطرف يساوي هذا الطرف لحال، وهذول يساووا بعض. أنا وين في عندي طرف معلوم؟ الإكس، الإكس اللي هو عبارة عن ديستنس، بعرف شو هو، اللي هو عبارة عن لينث متر. فإذا رح أساوي هذا الطرف بهذا الطرف، بصير عندي إكس يساوي A T. تمام، فإذا الاكس عبارة عن ديستانس متر،
الاي بعرف بعرفها شو بدي اياها، بالتايم عبارة عن شو؟ عن سكند. بطلع عندي وحدة الاي، بطلع عندي وحدة الاي بخليها لحالها متر لكل سكند. تمام، هيك بنكون خلصنا خلصنا تشابتر 1 كامل. ان شاء الله تكونوا استفدتوا وفهمتوا. اذا عندكم اي سؤال بتقدروا تتواصلوا معي او بتقدروا تكتبوه بالكومنتس تحت. تمام، ويعطيكم الف عافيه.